باسمي الشخصي وباسم زملائي اعضاء مجلس اداره جمعيه تجار بيروت وباسم انقطاع التجاره الكلي بشرفني وبسرني اني رحب بالوزير الصديق معالي الاستاذ جولا نحاس وزير الاقتصاد والتجاره. حقيقه برحب فيك بالمقر الجديد اللي مشت طبعا لما جيت معنا اخر مره في سيد البناء، وهذا مركز المحاضرات والتدريب اللي هو مبادره مشتركه بين جمعيه تجار بيروت والبنك اللبناني الفرنسي. بريد ايضا رحب بضيوفنا الكرام زملائي رؤساء الهيئات والجمعيات واللجان والاصوات والنقابات التجاريه والقطاعيه والاعلام وكل الحضور الكريم. نحن اليوم مع معالي الوزير رح نتحدث عن تحديات القطاع التجاري وما أكثر. هالتحديات عم تجي بوقت ولا أصعب على القطاع التجاري، حيث إنه الضربات واللكمات عم تتوالى دون هوادي من أكثر من سنة، وحيث إنه معاناة المؤسسات كل واحد منا عم بيعيشها بدمه بجده، حيث انه فترات الانتعاش عم نقيسها بالايام وبالاسابيع، بالوقت يلي فترات الركود والتراجع عم نقيسها بالاشهر وبالسنوات. فازاء الواقع ايضا احنا عنا حليف مهم جدا ومحاور من الطراز الاول بشخص الوزير نحاس، ونحن كلنا امل انه القطاع التجاري بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة رح نقدر نرد الضربات يلي عم تتوالى على القطاع. ونحن اذا بتتذكروا رفعنا ورقه مطلبيه ب 18 نقطه لدوله الرئيس ميقاتي يلي طلب من معاليه انه يتبعها معنا، والتجاوب كثير كبير. انما كل يوم عم تخلق مشكله. امبارح عشيه عم اسمع على التلفزيون دوله الرئيس ميقاتي عم يحكي عن موضوع الضرائب، سئل عن موضوع الضرائب فقال باكدنا معاليه، قال انه ممكن يكون في زياده بالضرائب على الانتاج والربح. فهيدي انا شفتها انه سهم موجه مثل الصيف باتجاه القطاع التجاري والقطاعات المنتجه. فنحن ما ناقصنا معالي الوزير ضرائب، نحن بدنا نلاقي حلول. كل ما نقرب على حل بنشوف انه مثل السراب الامور عم تبعد. انا رح واقف هون تخلي مجال لكلمتك وللحوار لانه الشباب جعبتهم مليان اليوم. اهلا وسهلا فيك معالي الوزير. يعني وجودي اليوم معكم اول شيء بشكر صديق رئيس مجلس الماس، بشكر جميع اعضاء التجاره على هالدعوه. انا بحس حالي ببيتي، هذا المكان معود اتفتت عليه، معود اكون من احد فرقاء العمل الذين اشتغلوا ضمن الهيئه الاقتصاديه على تحقيق الكثير من المطالب، على وضع أسس واضحة للمطالب وعلى متابعة هذه. فاليوم اللي بيكون بموقع السلطة بيكون جاي من هذا المكان لابد من أنه ينظر للأمور من موقع ما بس المتفهم، ولكن اللي بيرغب أنه الأمور تمشي بشكل واضح للكل وإيجابي للكل لكي نحقق سوية النمو. إذا ما عندنا نمو ما عندنا شيء، يا بتكبر الكعكة والكل بيستفيدوا يا بتضب الكعكة وما ممكن حدا يستفيد. ما حدا بيتخانق على اللي كان يتخانق على الكتر ما يتخانق على الكتر. فالموضوع الحقيقة اللي حابب اليوم نحكي سوا وأنا بكوني عملت هيك بعض الأفكار وبعض الكلمات حابب إني أقولها، بس حجب تكون مقتضب بس ممكن هني شوي كتار. إذا لقيناهم طوال نرجع منصر. يسرني أن أكون معكم اليوم لنتحاور حول سياسة الحكومة الاقتصادية وتحديات القطاع التجاري، خاصة في ظل الصعوبات والتقلبات التي نواجهها معا والتي تزيد من المخاطر السياسية والاقتصادية على كافة الفئات والمناطق ومكونات ولا تستثني منها أحد، ما أحدا ما فوقه
فما حدا محمي حاليا من التقلبات. هناك تغيرات حاصله ومتسابقه على جميع الصعد، ويغلب عليها في الكثير من الاحيان الطابع السلبي، وساسكن منها. التطورات السياسيه الحاصله في الكثير من الدول العربيه، البزنس ما بيحب الانستيتيوت، ما بيحب الشك، ما بيحب عدم الوضوح، ما بيحب عدم الرؤيه. احنا اليوم في اوضاع ما بنعرف كيف بدها تنتج، ما بتعرف كيف بدها تصير، لوين بدنا نروح. ولا تطرح علامات استفهام كبيره حول مستقبلها واستقرارها. ان الربيع العربي يحمل الكثير من الامال، لكن لا يمكن نتجاهل المخاطر التي يمكن ان تنتج عنه على المدين القصير والمتوسط، كما لا يمكننا تحييد لبنان عن هذه التطورات. ما حدا بيقدر اليوم يعمل حساب لاي كيف ممكن. بتوع على فوضى، بتوع على شيء منتظم اكثر، بتوع على امور هادئه اكثر. كل هذه الامور صعبه كثير اليوم، وانا كنت في باريس مع دكتور الرئيس، والحقيقه الكلمه اللي بتسمعها على طول بتسمعها من الجميع، ما حدا بيعرف كيف بدها تستقر وشو الوقت اللي بدها تاخده، واذا رايحين على فوضى خلاقه او فوضى منظمه او ما شابه ذلك. الحقيقه الواحد بيكون جدا متنبي هذه الايام. ثم التشنجات السياسيه، الحمد لله احنا هون بنعرف كيف نعمل تشنجات سياسيه، والخطاب السياسي الحاد بين الافرقاء واللجوء الى كافه وسائل التشجيج والشحن. ثم الأزمة المالية والدولية والصعوبات التي تواجهها كافة البلدان الصناعية في إدارتها واستيعاب عواقبها الاقتصادية والاجتماعية. يعني موضوع أوروبا مش منتهي، موضوع أمريكا مش منتهي، موضوع اليونان ما بنعرف كيف بيتطور، البرتغال السيل تحت الخيمة، إسبانيا ما بنعرف شو بيصير، وضع النمو في أمريكا بظل الصراع السياسي، الشك الأسواق عندها إياها من تطورات الأوضاع وإدارة الأموال، إدارة الشأن الاقتصادي العالمي، تشكل كمان شك كبير اللي نحن بأننا ننتبه له بيخلق لنا مصاعب إضافية. تراجع النمو الاقتصادي في لبنان بعد 4 سنوات من تسجيل معدلات تفوق 8% سنويا، في حين التوقعات الحالية تدور حول 3%. التباطؤ الحاصل في القطاعين الأساسيين الذين ساهما في نمو الفترة السابقة، ألا هما القطاع العقاري الذي يشوبه التباطؤ بعد فورة غير مسبوقة، والقطاع المالي والمصرفي مع ارتفاع مخاطر الدول المجاورة، حيث كثف تواجده في السنوات الأخيرة. هذا إلى جانب تراجع التحويلات المالية الكثيفة التي وصلت إليه منذ عام 2002، والتي تباطأت منذ منتصف 2010، أول 5 شهور في 2011 تحولات كانت لو ما أجا تموم وعوض نوعا ما، نحن كنا اليوم بوضع جدا جدا صعب. أما لجهة حكينا على السلبيات، أما لجهة الإيجابيات فيمكن التركيز على وصول حكومة كلنا إلى عمل، وفيها الحد الأدنى من التفاهمات يمكنها من اتخاذ القرارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تريح المستثمرين وتحسن الإنتاجية الإدارية العامة، والتي كانت شبه مشلولة في السنوات الماضية. ما تنسوا من 2005 الحياة الحكومات ما قدرت أنتج بظروف ما حنعيد عليها، بظروف ما حنحكي عنها، بس كلنا بنعرف إنه من 2005 اليوم تقريبا كان في شلل. لما تنشل القرارات اللي تخدم الحكومة أو تخدم السموات، ما ممكن ما يكون له انعكاس سلبي. ممكن إمكانية والتزام بفصل الاقتصاد، يعني الجهد اللي عم يعمله الرئيس اليوم هو قد ما فيه يقدر يفصل الاقتصاد عن التجاذبات السياسية، وتحسين الفاعلية الإدارية أو القرارات الإدارية. نحن بصدد هلا تقريبا تعيين من هلا لشمعتين كل إدارات التوجيه، كل إدارات المراقبة، كل إدارات التفتيش، كل إدارات التنظيم اللي بترعى الحقيقة عمل القطاع العام اللي هي مشلولة حاليا. إن كان إدارة التفتيش، إن كان المراقبة، كله كان ناقصه تعيينات. من هلا لأسبوعين كل هالإدارات هيدي
تعين علي الكافئين ان شاء الله فيها نصفي عمل الاداره العامه ينتظم، لانه اذا ما في مراقبه ما في تفتيش ما فيك تضبط اليه العمل. هلا هيدا حكينا على السلبيات وحكينا على الايجابيات. الحكومه شو بدها تعمل؟ شو جاي تعمل؟ شو التوجهات تبعها؟ الحكم تواصل. ما في شيء بالحكم والامور الاقتصاديه اللي بيقولوا سكر ملف وبيفتح. الاقتصاد هو حركه بطيئه تفاعلات فيه